مشاهدينا، نشط الطقس اللي دايما بتاخذكم بجوله من الجو فوق المناطق، اليوم بسبب العاصفه الاستثنائيه رح ناخذكم بجوله على الارض. العاصفة اللي عم تضرب لبنان من امبارح سببها منخفض جوي واصل لعنا من تركيا وحامل معه كتل هواء بارد وعواصف رعدية وتلج وصل على ارتفاعات متوسطة وصلت ل 600 متر تقريبا. وباتصال مع مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أفدنا أنه حتى صباح اليوم تساقط ببيروت 611 ملم من الأمطار، بينما تساقط السنة الماضية 430 ملم والمعدل العام فهو 607. أما بطرابلس فتساقط حتى صباح اليوم 837 ملم بينما تساقط السنة الماضية 485 والمعدل العام فهو 615 ملم. بمنطقة زحلة حوش الأمرة تساقط 595 ملم من الأمطار بينما تساقط السنة الماضية 444 ملم والمعدل العام فهو 430. مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أفادت أنه طقسنا بكرة رح بيكون غائم جزئيا مع أمطار بفترة الصبح والثلوج بتتساقط على ارتفاع 700 متر وما فوق. أما بالنسبة لنهار التنين فطقسنا بيرجع صافي ولكن السقعة بتكفي، فإذا لكل محبي السكي بنوعدكم بموسم حافل هالسنة. وين ما كنتوا رايحين انتبهوا على الطرقات وتأكدوا من حالتها، وكمان جهزوا سياراتكم وانتبهوا من الجليد وتابعوا نشاطنا الجاي دايما من الام تي في.